الغبر والباقورة أراضي أردنية وستبقى أردنية، نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا. لقد حان وقت السلام. أتشرف بالدعوة إلى طاولة التوقيع رئيس وزراء دولة إسرائيل السيد إسحاق رابين ودولة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبد السلام المجال. تم إعلام إسرائيل بهذا القرار الأردني وهو إنهاء هذه الاتفاقية. الباقورة مملوكة ملكا يهوديا من 1926 مسجلة في طابو إربد. في ذلك الوقت هي قدمت لشركة الكهرباء، صح، روتنبرغ. لكن روتنبرغ، لكن فيما بعد إسرائيل اشترتها كحكومة بعد 48، إسرائيل اشترتها من روتنبرغ. الأردن تنازل عن الاسم التاريخي اللي هي الغمر وقبل يسميها السفار. الحكومة الأردنية بل الدولة الأردنية مطالبة في مثل هذا الوقت أن تستعيد أرضنا المحتلة. الشعب يريد سيادة وطنية. الشعب يريد سيادة وطنية. يا أردن هيجي هيجي. يا أردن هيجي هيجي. والباقورة خواتيجي. والباقورة خواتيجي. أبلغتنا عمان اليوم أنها ترغب بتطبيق هذا الخيار بعد مرور 25 عاما. سندخل في مفاوضات مع الأردن حول إمكانية تمديد الاتفاق الحالي.